مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا. وحنا في هذا الاثناء كيتواجد معنا شخص اللي كان عايش، قال لك انا ملي كونت راسي الحمد لله خدمت بغيت نكمل ديني، مشيت للبلاد فين كيكون خطب جاب المراه على حساب القول العشره ديال الحلال درنا وليداتنا، ولكن من بعد ولات المراه كيصدر منها شي تصرفات اللي عندها علاقه بالخيانه الزوجيه على حساب القول ديالو، دار عده شكايات، وصل الامر للطلاق. السيده طلقات راسها قبل يمكن قبل كورونا بشي شهر تقريبا، دابا 5 شهور تقريبا باش مطلقين. السيد كيجي كيقول لك انا عندي صور عندي دلائل ان هاد السيده كتفسد كدير شي حوايج خايبين على حساب القول ديالو، ولادي كيترباو في واحد البيئه اللي ماشي مناسبه ليهم، فانا كنطلب ولادي بغيتهم يعيشوا معايا، بغيت القانون ينصفني. هادشي هو الطلب ديالو اليوم. الرقم ديال السيد، عطيني الرقم ديالك عافاك. غير نقراه واخا. الرقم ديال السيد 06-63-10-90-62، 06-63-10-90-62، وهو بغى يعاود الحكايه ديالو. السلام عليكم. قلت لي ان يعني كنتي مزوج وصل الطلاق، دابا الاولاد كيترباو في واحد البيئه اللي ما مناسباش لهم على حساب القول ديالك. احكي لنا من الاول كيفاش تلاقيتي مع السيده، كيفاش تزوجتوا، شحال المده ديال الزواج، وعلاش وصلتوا لهذا الامر اللي كنشوفوه دابا يعني بين مشاكل. انسانه كانت معايا في الاول، حاجه طلع الميكرو قرب قرب الميكرو. انسانه نسيت صوتها من البلاد جارتنا بلاتي واحد شويه غير قاد المسائل. قرب الميكرو، قرب الميكرو شويه باش هكا اسمح لي مزيان. يلا تفضل عاود كيفاش تلاقيتو. كيف تلاقيت معايا في البلاد؟ دوزنا واحد العام في البلاد في المنتانية. نعم. المهم السيدة قلت لها اللي كاين غنمشي غنشوف والديك وهادي، مشيت خطبت حكيت لها كلشي، جت لهنا جت لها يعني قلتي لها الاوضاع المادية ديالك، حكيتي لها كلشي حكيت لها كلشي وهي عارفة. نعم. جت هنا دوزنا واحد 6 سنين، ست سنين هذيك 6 سنين دايزة مزيانة مزيانة. درت وليدات في هاد 6 سنين؟ درنا 3 د الوليدات، 3 د الوليدات. المهم السيدة ولاو كيجيو عندها واحد 2 دريات من طرح السلام. 2 دريات يلا نخرجوا يلا نديروا يلا هادي، ولاو ديك الدراري باقي صغار كتخليهم في الدار. أنا كندخل من الخدمة كنلقى ولا الدراري بوحدهم، كتقول لي أنا خدام. كنقول لها هاد الخدمة فين هي؟ راه باغي نعرف أنا هاد الخدمة. قلت لها أنا خدامة في الصالون. الصالون فين هو هاد الصالون؟ مشيت للصالون. السيدة ولات كتمشي للصالون، خدمة في ميناج تما، ولاو كيجيو صحاب دوك صحاب الطوموبيلات كيقولوا لي شوف يلا يا معانا يلا يا معانا الطوموبيل وكلشي يلا خلي هذاك الراجل اش غتستفدي منو؟ يلا دبري على راسك، سير ضربي شي لبسة سير يلا. السيدة ولات جات تبدلات علي، تبدلات في نهارها تبدلات. السيدة ولات كنحصل عندها شي حوايج خارجين على برا، ملي كتكون خارجة من الدار كتخرج بالجلابة، وملي كنتلقى معاها على غفلة كنلقاها بسروال جين وباللباس خر. نعم. وهاد دابا اش غنقول لكم؟ ما فهمتش انا خاطري ما بقاش فيه. الله يحسن العون. هادشي عندك أدلة عليه؟ قلت لي ملي كنا مزوجين كانت كان درت شي شكايات ديال درت شكايات، حتى واحد ما كيتسوق ليا الوقت ما كنمشي هادي كيقول لي سير جيبها لنا حياة. لا واش عندك أدلة يعني؟ عندي الأدلة، عندي شكايات من عند وكيل المالك، عندي شكايات كلهم من عند وكيل المالك. شنو كيتضمنوا هاد الشكايات؟ شنو كيتضمن؟ عندهم كيقول لك سير شنو كتقول في هاد الشكاية؟ شنو الشكاية شنو كتضمن؟ الشكاية أنا عارف السيد اللي مصاحب معاه ومعاه من كتمشي ومعاه من كتخرج بالنوامر ديالو اللي كانت في عنقك كلشي. وعندي الدري صغير جا عندي جاول سميتو، واحد النهار كنت خدام في العشية الدري هزاتو مشاو لعين الشوق بركو في قهوة هي وهو السيد في العشية. دخلت انا من الخدمه
الدري الصغير هو يقول لي بابا بعد شويه عافاك واحد كاع شويه هاي راه كمل بعد واحد شويه كاع غير شويه اللوط صافي الدري قال لي بابا انا وماما واحد الراجل درت لك واحد القهوه ما عندكمش هذاك الكلاص بحال اللي عندكم نتوما في القهوه عارفين خدام انت قلت طن مشيت هزيت الدري في الطاكسي مشينا انا وياه قلت له عاقل على القهوه قال لي عاقل عليها مشينا دخلنا القهوه لقيت دوك الدراري سربايه صحاب صحابي كنعرفوهم في القهوه قلت لهم خويا واش هاد الدري كان عندكم هنا قال لي اودي كان عندنا هاد الدري واحد السيده وواحد السيده وعاطينو طابليت وبعدوا عليه فهمتيني صافي قلت مشيت عند مول القهوه قلت له عطيني الفيديو ديال هادي قال لي قسمت لك فمي بالله كون عندي كاميرا في مركب وقال لي تنعطيك فيديو صافي من تما السيده ولات علاقته بين هذاك الشخص ولا وصافي ولاو التليفونات المهم انا اش غندير هزيت التليفون خديت داك الاوديات خديت النوامر ديالو من التليفون ديالها من التليفون ديالها باقي نعم تفضل باقي عندي كلشي باقي عندي الشكايه عندي كلشي نعم باقي عندي الشكايه مشيتي درتي شكايه مشيت عند وكيل الملك العين السبع عمرت عطيت النوامر ديال السيد والنوامر ديال ملي جيتو من لهنا للدار الحمراء حتى واحد ما كيتسوق لي حتى واحد كيقول لك سير جيبها لينا حياه نعم اشنو الا غنجيبها حياه اللهم نجيب لهم لا 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 ما نذكروش لا غنقول لك اللهم نتبع القانون ديالي وصلتوا للطلاق وصلنا للطلاق على قبل الشخص شويه السيده ولا على قبل الشخص اللي معاه على قبل هذاك نعم على قبل هذاك بدات كتطلق كتطلق الناس كلهم شاهدين هنا بالضرب جات لي مات كورونا هذا الله ينجينا ونجيكم قالت لي غتخوي قالت لي انا اش غتخوي قالت لي غتمشي في حالك جاو البوليس شحال من وقت راه كيجيو كيهبطوني من الدار كيقولوا لي خليه حتى تفوت هاد كورونا راه غيمشي في حاله جيت انا كريت في هاد الدار نعم هاد الدار فين كريت كريت فيها بيت ب 800 درهم ملي شافتني خرجت داس واحد السيمانه وهي ترجع عندي قالت لي لا راه خصك ترجع عند الدراري خصك هادي و فهمتي وانتم مطلقين حنا مطلقين قالت لي زعما راه واحد بزاف كتسطى عليا قلت لها لا هذا هو المدار هو كلشي عطيتو فلوس المهم اللي قالت لي هادشي وكندير انا حسابها على قبل الدرهم باش ما يتكرفصوش فهمتيني انا ما قدرتش نشوف هاد الحوايج انا نكمل شويه السيده خلي هادشي كامل ناضت السيده مصاحبه مع واحد جزائري الجزائري لاباس عليه كيصيفط لها الفلوس شاري ليها تليفون وكيجي عندها هنا كيصيفط لها الفلوس وكتجي تقري شي بارتنر 3000 درهم 4000 درهم انت شكون شنو داير عليها رجع غير شويه الله يجازيك بخير هاكا على ود الصوره باش ما تبقاش تفضل وانت منين ملي عرفتي هادشي عندك دلائل على هادشي راه اتهامات هادو كلشي انا كنسمع كلشي بودنيا قال لك هادشي راه ما يعرفوها بين المراه والراجل اللي كيتعرفوا نعم. ما كاين حتى واحد اللي كيعرف انا التليفون كنحطو كيسجل ليا كلشي كيصيفط لها 3000 درهم ولا 4000 درهم 5000 درهم كيقول لها طبري على شي بارتمان كتجي هي كتبر على بارتمان ديال 3000 درهم انا علانيت كتجي كتقول لي راه الدراري غنخليهم لك هنا وغادي نرد لهم البال راه ما بيتش واحد المده ديال 20 يوم ما كتباتش في الدار واحد النهار طلعت للسطح كدوي انا درت راسي خرجت مشيت للقهوه وبقيت كنتصنت كتقول لي شوف عاصيفط لي الفلوس انا غنكري لك بارتمان واجي وانا غنجي غنبدا ندوز معاك داكشي اللي بغيت ندوز معاك داكشي اللي بغيت والمهم جا عاوتاني صيفط لها شي 3 د المليون ولا ما عرفت 4 د المليون صافي من تما ولات دايره وكيل المالك ولات بزاف ديال الحوايج ولات كتعطي الرشوه على قبلي انا باش انا نمشي ما نهضروش على الرشوه لان هذا الشيء عاوتاني صعيب تكلم على المشكل ديالك الشخصي فلوس باش انا نمشي تكلم على المشكل ديالك واخا باش انا نمشي نحيد من حدا باش ما نبقاش ولادي دابا حاليا دابا راه كيتكرفصوا في الزناقين ولادي راه كيتكرفصوا في الزناق هذا الشيء اللي غنقول لكم شنو كتطلب اليوم؟ انا باغي يديروا لي حق لهذوك الوليدات وهاد الحضانه اللي عطيها هاد الحضانه ولادي كيباتوا من دار لدار ما عمر باطل في دارو ولاو كيباتوا كل نهار كتبيتهم عند صاحبها ها هما في فرح السلامه هما في جنان الليزا هما في اي بلاصه فين عندها شي صاحبتها كيباتوا هذوك الدراري واحد النهار بغيتي نحضر لكم الدراري نحضر لكم الدراري وغتسمعوا بعيني يقول لي بابا بابا تقهرنا بابا تقهرنا
باش تكملات. عندك ثلاثة الوليدات؟ ثلاثة الوليدات. أول البارح، لقيت الدراري مساكن هنا. الدرية باقا صغيرة وكيخورو فيها. زعما نخاف نقول الدرية باقا صغيرة. وجايبة لي وحدة كتحمي جوانا في الدار. وسط الليل كيعيطو لي الدراري ولا لي بابا راه تقل جينا بريحة الحشيش، راه وحدة كتحمي الحشيش في الدار راه تقل جينا. واش كاين شي حق ولا ما كاينش في هادشي المالات؟ باش نكمل انا هادشي والله. شنو كطالب اليوم؟ انا باغي ولادو وباغي هادوك الولاد. وغتشوفوا الولاد كيفاش غنعطيكم التصاور ديال الولاد كيفاش كانوا عايشين معايا في الاول وشوف كيفاش ولاو دابا. انت بغيتي تاخذ الحضانه ديال ولادك؟ انا باغي ولاد، ما باغاهاش هي، باغي ولاد، باغي ولاد يا هادشي اللي كنطلبها. بغيتي يتربوا عندك تحت عينك؟ ولاو الدراري كيتربوا ديال التشمكير، الدراري ولاو كيتربوا كيتلعبوا التشمكير، حيت ما كانش الاب حداهم اللي غيربيهم، ولاو داعينا مزناقي، ولاو داعينا مزناقي. ولو من دار لدار كل نهار فين باتوا. والطريقه ديالك شنو بغيتي تقول ليها بادب؟ يعني واش بغيتي توصل لها شي ميساج لولاد الاولاد؟ شنو بغيتي تقول ليها اذا كانت هي غتسمعنا اليوم؟ عييت الميساجات، عييت كلافت الناس نتعاونوا نجمعوا الوليدات، نشوفوا الاب حداهم، نشوفوا الام حداهم. حيدي عليك هادشي اللي كديري فيه، راه ما خدامش هادشي اللي كديري راه ما خدامش، راه ما كاينش في القانون كاع. الكلمة الأخيرة. الكلمة الأخيرة ما اش غنقول لك؟ بغيت دير شي حاجة؟ تفضل. لا بغيت دير شي حاجة توصل شي ميساج ديالك. بغيت تجمع ولادها نتجمعوا. تبارك الله ما بغاش تجمع. تعتني ولادي نمشي نربي ولادي. ما يترباوش ليا ولادي تشمتي صافي. واخا تفضل سيدي. تفضل بغيت تكمل شي حاجة. المهم أنا ما قدرتش نكمل والله. أنا ولادي كنشوفهم راه بحال كنشوف والله راه كنوليت باغي ندير شي كارثة أنا بعلاء العلاقة. لا إن شاء الله ما يكون هذا كارثة. أنا ما نكذبش عليك حيت ربي اللي يعلم بي أشنو. مشاهدينا كيف تبعتيه معنا نداء أب بغى وليداتو يترباو عنده، راه ممكن أنك سيدي تمشي دير دعوة في المحكمة ديال أنه الحضانة. لا دي على ود الحضانة، ما درتيش دعوة ديال الحضانة. انا ديال اسقاط الحضانه خصك دلائل باش ممكن هاد الحضانه تسقط على الام وترجع ليك نتايا. مشيت هاد الايام كنقول لك اسير صبر تفوت هاد الايام هاد الجيحه تكون صافي. نعم نتمنى الخير سيدي. كيف تبعتوا معنا مشوج واحد السيده مشى للبلاد يعني جابها للدار البيضاء خدام هو في القهوة، عايشين مدة ديال السنين داروا وليدات، لكن مؤخرا على حساب القول ديالو في إطار العلاقة الزوجية بدات التصرفات ديال الزوجة كتبدل اللي وصلت بهم للطلاق، واليوم الأطفال راه كيعيشوا مع الزوجة ديالو. قال لك أن الزوجة كدير شي ممارسات لا أخلاقية على حساب القول ديالو. قال عنده صور، عنده دلائل، عنده تسجيلات، عنده كل شيء، كان خدا لها بورتابل ديالها وخدا منه كاع الدلائل. ها هما راه عنده البورتابل ديالو. هو اليوم ما كيطلب حتى شي حاجه، كيطلب فقط بان القانون ينصفو ووليداتو يترباو تحت الجناح ديالو كيف كنقولوا، وهو اللي يتكلف التربيه ديالهم، لان الا بقاو مع الام غيتفسد الاخلاق ديالهم على حساب القول ديالو. الرقم ديالك اسيدي ممكن تعطيه ليا الرقم التليفون؟ واخا الرقم ديال هاد السيد 06-63-10-90-63 06-63-10-90-63 هذا هو الرقم ديال السيد للمساعدة. مشاهدينا دمتم في أمان الله، إلى اللقاء. هكا سيدي، شكرا.